السلام عليكم مشاهدي قناة لمحة معرفة الكرام. إن كوكبنا جميل وغامض، ودائما ما يفاجئنا بظواهر طبيعية لا يمكن تفسيرها، وواحدة من هذه الظواهر هي الصخور المعلقة، والتي ستكون موضوع حلقتنا اليوم. في المرتبة الأولى، الصخرة المعلقة، روسيا. توجد تلك الصخرة في حديقة إيرغاي في روسيا، وهي من أشهر المعالم في تلك المنطقة، ويقدر وزن الصخرة ب 600 طن معلقة على حافة الجبل، وتجذب الصخرة الكثير من السياح إلى الحديقة، كما أن الصخور موجودة تقريبا على كل المنتجات الخاصة بالحديقة. لم يستطع أحد كشف سر توازنها وتحديها للجاذبية الأرضية بهذا الشكل المذهل. في المرتبة الثانية، الصخرة الذهبية، مينيمار. الحجر الذهبي لبوذا هو مكان لحج آلاف البوذيين كل عام، وهذا الحجر المعلق على حافة الجرف ومغطى بطبقة خفيفة معروف منذ 2500 سنة، وطبقا للأسطورة أن الحجر محفوظ في مكانه بفضل شعرة بوذا. وبالرغم من الارتفاع الهائل، فإن الصخرة متماسكة في مكانها منذ آلاف السنين. يمكن لشخصين أن يقوما بهز هذه الصخرة وذلك دون أن تسقط. في المرتبة الثالثة، صخرة جيراك بولتون، النرويج. وهذه الصخرة الضخمة العالقة بين منحدرين عمودين على ارتفاع هائل وبتوازن غريب ويبدو هشا، يجعل أي شخص لا يجرؤ على محاولة الوقوف عليها. ولكن بالرغم من هشاشة الوضع الذي تنخلع له القلوب، ألا أن الأمر ليس كما يبدو، والصخرة ثابتة جدا ويستطيع أي أحد الوقوف عليها، وهي مصدر جذب لكثير من السياح، وبالرغم من تصنيفها كأخطر صخرة متدلية في العالم. رابعا، صخور بريمهام. هذه الصخرة العجيبة والتي بالرغم من ضخامة هيكلها ترتكز على قاعدة حجرية صغيرة. الأغرب من ذلك أن هناك بعض الصخور في المنطقة تصل لارتفاعات شاهقة حتى 30 مترا. بالرغم من صغر تلك القاعدة، وتقع تلك الصخور في شمال المملكة المتحدة، وهذا المعلم الجيولوجي المذهل الذي لا تنطبق عليه قوانين الطبيعة يقدر عمره ب 18,000 عام. في المرتبة الخامسة، الصخرة المتزنة. تقع هذه الصخرة في مقاطعة ديغبي في كندا، ويصل ارتفاع تلك الصخرة إلى حوالي 9 أمتار، وقطرها يصل إلى مترين، وهي تقع في جزيرة اسكتلندا الجديدة في كندا على ساحل المحيط الأطلسي، ولا تستطيع الرياح أو الأمواج أو حتى أي قوة طبيعية أخرى أن تزعج سلام هذه الصخرة واستقرارها. في المرتبة السادسة، كرة كريشا، صخرة كريشل بالهند. طبقا للأسطورة أن هذه الصخرة عبارة عن قطعة زبد تركها الآلهة كريشا، والذي كان يحب الزبدة على الأرض. بالرغم من حجم صخرة الضخم جدا المرتكزة على مساحة صغيرة جدا، ألا أنها ثابتة ولا تتحرك من مكانها، ولا يمكن حتى لتسع أفيال أن يحركوها من مكانها، مما يجعلها مكانا آمنا من أشعة الشمس الحارقة للسكان المحليين ليستظلوا بظلها. في المرتبة السابعة، حديقة الآلهة. تلك التكوينات الصخرية المذهلة والموجودة في المنتزه الوطني بولاية كولورادو تدعى حديقة الآلهة لما بها من تشكيلات صخرية مذهلة بألوان حمراء وبرتقالية. وأكثر مناطق الجذب السياحي في الحديقة هي صخرة ضخمة معلقة وتشبه السفينة المعلقة مباشرة على الطريق، حيث مسار الأفواج السياحية. في المرتبة الثامنة وأخيراً، صخور بلدان. هذه الصخور ليست طبيعية، لكن هي من صنع الإنسان، وهي من تصميم الهندي بلدان، والذي يعيش في سان فرانسيسكو. وبيل متخصص في فن الموازنة بين الصخور، لدرجة أنه يجعلك تعتقد أن الصخور ملتصقة ببعضها البعض. وأعمال بيل المميزة تمثل متعة خاصة للمصورين والفنانين السياح من كل مكان في العالم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.